الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمون عباد الله قواعد يا رمها مهم كسو نغضي إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس يا حديث النبي جن عليه الصلاة والسلام وحكم إذا أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب يرتكبه العباد بلا يأي مصيبة كستوى الدنيا دش إذا كذا عدا يوح كستوى دومها يدب صدان وحاصل يصابوا ذنب يخلط دومها يجلان إن بدنا دومها كم يدي وحلا جيا بيني وهايستان dambiyada iyo macaasida iyo foolxumada ciqaabkeedu aakhiraan inuu dhaco dhibaatooyin iyo kadeed fara badan oo adduunyada dusheeda ku haystana aanay fahamsanayn sababtoodu inay tahay macaasida iyo khaladaadka iyo gafafka ay gelayaan dawaduna inay tahay inay ilaahay subxaana wa tacaala si dhaba ugu toobad keenaan ilaahay wuxuu ku yidhi kitaabkiisa isagoo la hadlaaya saxaabadii rasuulka weliba kuwii ka qayb galay dagaalkii uxud أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم مركا إذن كل عذي دباطو لبن لاب كيادات جيستين دقال كي بدر وقال دادو جيستين مياتي راه دين سيديتان إن أقول عذي أنقوا مسلمين إلهي دراد ودقال ما هي إلهي با سبحانه وتعالى نبي محمد أمري سؤاشو داينو كتشوابو شوابتنا وحي نقطي هو من عند أنفسكم وحي دن كود عياد بسان إسان وحاد دين كو سميسين با صابوة خلد يقفاد قشين با كاني إلهي أدومي سمد ظلميو عقاب كودنا إلهي وحبكم فريو إلهي نحريستي ساب الله عفيس كي سنو بدن يهي haddaad aragtaa doomaha oo adduunyada dusheeda dhibaato ay ku heshay sida taa dhacday dagaalkii uxud oo kale ee aayaddani ay tilmaamayso waxa iyagu sameeyeen baa saabu ah weliba ilaahay subxaana wa tacaala khaladkii iyo gafka doomuhu adduunyada dusheeda ay ku galayaan ciqaabkii arrinka noocaasi ay ku mutaysteen dhammaantiiba ilaahay kuma soo dejiyo intuu ilaahay cafiya ayaa fara badan قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وحيد كود عيد هليلة مصيبة يدباطة وحاو كيم وصابوا وحي خلد يقفات سميسين دم بإيا معصية وحاد لتمادين ولبا إلهي وحو الشاق إن بدنو كم دين وكعفيا دوما وعقاب كايكم التايستين ربي سبحانه وتعالى الدنيا دان وقسوة الدجل وربي فرصده وصيه إن إلهي وطوبت كيران خلدات كي يقفف كان إليك القرآن وقال تعالى في آية أخرى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وحبدي بري وكم وقضي فساد فساد كوحلوغت يدا الكوارث والمصائب ودباتوينكا مصيبوينكا وحددكو اي دبسدان نفتو دا كدعا اولاد دو دا كدعا حولهو دا يمالكو دا كدعا وحام حاسبا باي انا بدي بربا مصائب تي دباتوينكو اي كم مقدان حنو نفافا والقرير دعا ابا رباها علادو خلاف معيشه ادكاتي سعر برر وحاصر دن وحاو صبابا وحيدتكو اي سميين الهينا سبحانه وتعالى مصائب تامركو سودة جينا ايو حكمة دو كلي وحي تهي انو ادوماها دردن سي وحي اي سميين ابا المرنتي سواح كميدا هدف كنا وحوية اينا اسدريمان يكوانا قاتان والهي سبحانه وتعالى يطوبت كيران ايها المسلمون عباد الله معاصي قاركيد
وحي نوشا غي نبي غيني محمد عليه الصلاة والسلام وحادثي سكو حردان عقابية قارو أي ليهين وضومها السمية الدوية دي انتي تشوغان كدعا وهلالة وعما عاسدا سكمي دشان دنبي ورسولك عليه الصلاة والسلام وشيغي شان عقاب إيه شان مصيبة وكدلا ليس وخمسة ذنوب تسبب خمسة مصائب وعقوبات وشان دنبي وصباب إيه شان مصيبة إيه عقاب حديثك عبد الله بن عمر وكوري نبي جاني محمد عليه الصلاة والسلام وحد أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي با حق يقى أصوك عيو نويمي قال يا معشر المهاجرين سقو الله الله يا صحابة دي مركا ميشة شوكتو مهاجرينها وحد مهاجرين أي خمس إذا ابتليتم بهن شان الرموض مركا ليدن كو امتحامه حالة دواء دكت هايوي وأعوذ بالله أن تدركوهن إلهي نوحان كما قنقل يا شانتا سينة قادان ويا شانتا مدول بوحا كدلان يا عقاب قوني وآدو آدك هذا هو في رسطو شانتا الدنبية حديث كان لغو الشاقي شانتا وما انتا الدنيا دوشا دوي كم مغضان قار كود آد بي أباهين وصائف بحين عقاب كودنا وام مغضان لكن عقاب كودا وحي حالو نقوني الدومها إن بدن ملك لي كرادريا حال كنا آد بودوية هاي وإن إلهي الدنبية دا لوغة توبت كانو وطوبت شروط دا دي وضا تللي مادو لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون ولو جاء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا وحدي رسولك عليه الصلاة والسلام واتكو بادي فاحشته والدنبية دا فاشحن والزندي واللي واد كدقن كيف حماية قوم اللوضة إلى هايين والله من إنين إلى هذا واسقرسين أسامان تهدو يدا كوبا هذي والله من دمر إنين إلى هذا واسقرسين سامان تهلا شرعية إيهي إقوفك كهر يمادا إن بدنو دولك إلهي كم إذا عقابكم التيسان أيه فاحشة ودتك هذا يكون حفافته إلا أي صيف بحضاي نقطة ميدان للحشون هاي وبنان كلا تاجي هاي وهذه اللي دونا لقفا أنا يبا وحدت كده حوض كوفا فطاعون حنون ذات كوفا فا آد نوح الله إياه ودتك حاقة ولو جاء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا يا حنون ذات كي يكون ريان يقول وعصبة وإياك مركا كوب لابمي عقاب كنوع عصفة حشدة كدشة مريدة كود أحفافته وليبا يصويف بحضه وين أرقنا مانت أيديش أيديس يحنونا كلو مقعية كلو كل الدول لي وعصورتي هريان لاقون وعصر ينادو فافصن مركا حمان داد كدحو دادو فافطي حمانتو ينا يفافته وليبا للتشهر ولا لصوبان بحو وحصبة بإيمان ضعيفة وحصاب حشو دره وحصاب تتربية الآن وحصاب حدود دي عقابك إلى يودة شيء وماشا لغا صارو سيدا ما أنت عالم كوب دي مع سيادة لباد رسول كوحير ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة ودور السلطان عليهم حديدتكو أي نقصاميان وحاي دادك أمي صياني وحي أمي زاميان والله بدا أهل بيك قال ليسكو خيامي كوة كلانا واللمد حيابا دادك أيكو أهل بيك تان وحيكو عبرتان ودادك حقوق دو دي لقد دوت سيو صدح عقاب بارين تنوع عاسيانا كدش قشك دادك أيسكو سميان في البيع والشراء مرقى وحكا ليب سنيان عقابك كوادو حياي أبارو إلهي دادك أسكو عقابا هنا رجنا ما أنت أبارو سدي وصو نق نقدان أبارتو أبار سما بين نقطة أبار دول نوين نقطة أبارت السما دواين إلى سبحانه وتعالى رب كضمها وكحد إلى أمر إلهي بكسود دقاي أبارت دول كنوين والرب كده
ودولك أي وحبك سوى بحوايان أرنك لباد لغو عقابه تدك يسكو خيامين أيها البيقة وشدة المونة ومعيشة وكوات كات وسعر برر أرنك صدحادنا وجور السلطان عليه وددك مضحدة وهين الظلميان إن بدن بين الشاقني ظلمك يا عدالة الدردة إيهو قام من حمد مضحدة لقدت السنة إيهو أسل كيدو إنو كيمات دو دنبيو إيه خلط شعب كلوت اللي هي كتيران لكن ددك بدن كودة تاس أمار دارع سنة من ردقي سنين حيابك لأرن تاسي هادية تيرالة كسلين أيام لكن نبي محمد عليه الصلاة والسلام حليه سكرف دنبيه كلو كواويني هل بيق قددكو هاديس كو خياميان المكيال والميزان وحالو قصة اللي دا مدح لو قدقا كو الظلمياية وحقو ديك قاضية وحق دركو الدلاية وحق دركو حراية وحقوق دا إلهيين دوتسيهاية إلهي بين سبحانه وتعالى دنبيه دا سي كما قنقلينا وحين قد عين واجب كينو دمانتين موانو إلهي سبحانه وتعالى وقد توبت كينو ونعوذ بالله من عقابه وعذابه في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله دمك أفراد يا عقابك كدلنا يا وحر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا سكد حولو دكوا تبتي أدي بحوايان إلا يحكو عقابا روبك السمادة كيما لي إلهين كحدا هداني تشري لهين ما يران كي يقو دنبي وحي قلب سدنان وشيرينا روب مبي ما دنبا انت يرى مرقا غاركو داي سنة إلهي وحوقنا حريستا ما ييرانكا كوا سيهداني تشري لهين كوا سكاد حولودا بحواي إلهي سبحانه وتعالى روب ومشروبين إيار إيين بضانطونا إلهي با سبحانه وتعالى مالكا إسكاله قفكا هايستانا إلهي فضل قيسا يوكسي ربي سبحانه وتعالى كمسينا ووديسي حولديس نسب كيسي أبترسين تيسا موقي سيسيد ويقي هاي إلهي سبحانه وتعالى حول بضن قفك وسيي ربي راماها وكدلبي وزكذا ولب إلهي سبحانه وتعالى والشاقي مالين وآد وقباهن يهي إنو هالي دونه إهاد دونه بحين وايدتك السقايا وبخيل سن وانا من سفهاء الناس ذاتك كوا عقلي اللي تايو كميدي هاي هدو موضا يسكدو حولي سينا وحكرني ميسان وحبكرني ميسان يدا ايا كرنسا وابادسا ما نقصت صدقة من مال سوريني محمد عليه الصلاة والسلام صاحب تيرباتو ينكو إلهي كغيلالينيه مال كان إلهي واغو بركينيه سكلا أنت ايا عقابكو كدلانيه ويكمي تاي حوليه أبارو يا مصيبة إن كلا قعنتي سكسارة إلهي سبحانه وتعالى إنه كصلده إلهي كبقان تدك إلهي مالك سيئي ماضي النال مدو يهيبة وحوله ده سكده كبحيان هديك لحوله هدو الدنيا ده انت اي تشوغان وكبابي دونان آخران إلهي بحوله لفتو ده كعقابي دونا أرنك أفراد ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم تدكوا هدية البريان بلنك إلهي لقلين يا بلنك رسولك عليه الصلاة والسلام لقلين إلهي حكو صلي دا عدو إياك بحسن وإياك أنا هين عدو قاسي وكاد كذا وقب صدا وحي قعنتكو هايين وحكم إذانا واقاتا عادق إلهي يا دوموه إلهي لقلين إلهي وحي كرب اللمان إلهي ربي قودين وياه ألست بربك ومركو إلهي يري قالوا بلى نبي آدم دبر كيسا يكسو صاري دمانتون إلا كوى دلان دونين تقياما كور ريس
وإنغان ما أنت مساعد كم فردين هاي وكم إذن هاي ربي قيل ما هيبول إله سبحانه وتعالى لما أنت بوحي إلى هذه ربي قيادي 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 أنا أدارنا أبوري أدارنا له أدارنا مامولة أدارنا حكومة أديك أي كليدة عبادة حق نوغوله أديك حق نوغوله إنا نكواد دعنا نوامر كاكا قادرنا واحد نو ديدنا إنا نكهر نوان نكتقنا بلغات كنوع عاسية عدي كسو بيحي ويدا إلهي عدو بكسل لدا صاو الشيقى رسولك عليه الصلاة والسلام هذه رسولك عليه الصلاة والسلام لقول لك شرانا ومحي مركا تري أشهد أن لا إله إلا الله إلهي ربك أيها ومعبودك حقا وياه وكليدي إلى العابد دواتش بيطاي إن هذا الضيع دامر كيس أدوه قان ستانا أي واتش بكوكوتاي أرنتا صد بلنقاد محمد الرسول الله مركا ترينا وحد بلنقاد نبي محمد عليه الصلاة والسلام وركز طو الشاقين أضرب يسرس مر هدو سنة كيسو أنصحه وحكستو كو امرنا اناد كو ادي عيسو وحكستو كو ديدنا اناد كاري صوت كريب توميسو هدي تال لغا واي بلان كي اد رسولك عليه الصلاة والسلام وقاد دي واد كبح عقاب كنا وكاو شاق رسولك عليه الصلاة والسلام ودرك تامان حال المسلمين سيدو يه سيقول كو دي الله عيستو سيدوش اللوغا حكومو سيدا خيرات كو دي وحي قعنتا يكو هايين لوغ قرطو سيدوتون چلي عصدي يعكتو هوستي هذا اللوغ قليي عهدك إلهي لقلاني عهدك رسولك عليه الصلاة والسلام أيا سيدو وهاني وقصوه بحيم أرنك شنات وما لم تحكم أئمته بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم تدك أوتالي يا مسلمين هقامي يالي يا مضحواهي دي كو حكومي وايان كتابك إلهي وحكا لا يكون حكومان سيدا ما أنت مضحة السياسة دو أيو حكومان انت بدن قوانين حيرر للسمي بدن كيدونا مستورد من قبل الكفار من لغا سواريتي حقا قالا دا مضحة قمات كاين بدن وكم يدين الرئيره وطليان ايو حكومان حيرر ايقوا اي سميستين اما ايكسو قارين وضياشي كوري وإلهي كتاب كيس يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام شريعة إله وسودة شيء سعد وتوص وقهر مني ومحاي نوح يرارنكو إياهي أرنكو آن وهاين حوي لهاي حكومي حو رسولك عليه الصلاة والسلام أرنتن كييري إلهي سبحانه وتعالى أحكامتي سوي بلارنتي حتى أقفكم مرك غير كود وكلا دور دورن كراه والسيدان يسيدان أبو بنارنتي أبو بنارنتي دور شدي السقايالي تهدي لغا تغا وحكا للو تلابو رسول كوحو شاقا ومدان اللي اسكو سالي دي ومدس خلافسن ومدس نعب ومدس عولادي نيسا ومدس قالما يسا ومدان اسبحين هاين ومدان اسونا حريسان هاين ايا لغا ديگي حالكو سيديا هنا ما انتو ينارقنا مدح ومد الهي كتاب كيسا كوحو كمتان وحالي هلايا دادكو مركا هوري مركا ينفوه دا كتاب كي الهي كوحو كمان وإلهي سبحانه وتعالى مركو الله يهي دين تيدسكو حكومة كوة تلادها يوقر الله هذلي ماهي داد كوردن بو إلهي لهذلي وحامان تكترتا دولك إسلام كبادن كيس ودن كينا نسيقارة وقموقتا علمانية عملية ووح إلهي اللقومة هذي يدد كينا بادن كود إناني آمين سنين دين تا يا الدوية دا إلا كالصارة ومبدأ نوع عاسيان وعقيدة وهين لكن مركا لايقا حق عملك يا رغنك واحد مودعين بضانين يتاكو رغميان وايو حب رغنك قفكو مركو مساجد كتشوغو ايا مركو شارع تشوغو هدو اسكو مدنو قوم وايو مساجد كمركو تشوغانا سي ورغمو مركو بنان كتشوغانا سي خلافصان ورغمو وعلمانية عملية ساجد كان عبادات بان كوكو تامران كصوب بحانا ديناني غي محكم تايوارن كنا غنية إلهي سبحانه وتعالى وين لقبقه ساجد كاركي ميسي قف عيدكو عاية قف وحكو حضايا انت بدل ماركو قف دادكو الدلمية يلا عاركي مايو قف دادكو حمانا يا انت بدل ماركو
لكن مرة الله وحلاقي يا أبا هدومي دار رماس شراء سمين إلا را ساجد بينك وشرناين وكاد مرك الله قبحانا وحاسو دمي مباحة يسو بدلان واسد النفاق وكلاون سو منافق نمد الله بأوما قيب سنتو ميد اعتقادية قفو قال لما وقرصان ايو إسلام لما وموتي سان ايو هي ميد عملية وقف كي قلبي قيس إيمان واكو شراء وقف مسلمة لكن دقن كولي ودقن كي منافقين يأنا يالانين رقم كعلمانيين وعمل هاي إنانو كلا صارين دين تيين نلاش عقيدة هاي إنانو كلا صارين عمل هاي رقم هاي إنانو كلا صارين حديث كابن ماجا يوري الإمام الحاكم من الصحيح بكشاق في مستدرك شيخ الألباني نوي حلوة حديث حسنة شنطة الريموت النبي عليه الصلاة والسلام وكشاق وحي هرين وقد دعا إلهي وقد توبت كانو انت سو سوتاي نول نهاينا ان اسكيل علينا الهينا سبحانه وتعالى عقاب يدا نوع عاسيا انه كما كان قالوا وقولي عمل بالله سبحانه وتعالى انه كما كان قالوا اين حوجينا وناك فرست يا حمان ريبست يا دعوه ددك خير كان لوو ييرو حمان تنا ان لغوانيو علمي اني محمد الهي وسو ديبين لفافيو وددك جهلي قال لا دغالمو markaasu khayrku badanaya sharkuna u yaraanaya wana waajib saaran qof kasto muslima mid walba inta awoodiisu laagtahay waajibkaasina u leeganaya ilaahay baynu waydiisaynaa inuu dambi dhaafay inaga iyo waalidiintii iyo muslimiinta oo dhan rabbi ay naga badbaadiyo masaa'ibta xanuunada iyo dhibaatooyinka dunida wareegaya ilaahay tawbada hayna waafajiyo lagaga badbaadiyo ciqaabka ilaahay ee dambiyadaasi ka dhalanaya إلهي مسلمين تحقهكم إذا هي كوة اللنصان إلهي صهانوني كوة الدين تقوان الله إلهي وفتيين برطان برشادة دنا إلهي سبحانه وتعالى وفضو ذا هي إلهي دلك يددك يمضح ذبها إنوها قاتي اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.